دكتور محمد، في القرآن يذكر أسماء النساء، قال مريم، ولكن عندما تحدث عن أم موسى قال وأوحينا إلى أم موسى، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. لماذا ذكر هنا الأم؟ هل هذا احتفاء بدور الأم أم أنه فقط تشريف لأم موسى بوجود ابنها موسى؟ يعني هذا المقام هو طبعا الله سبحانه وتعالى ما ذكر كل يعني أمهات الأنبياء، لكن في حادثتي أو في قصة يوسف عليه السلام أو في قصة عفوا موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر ما يتعلق بحنان الأم وشفقة الأم في وضع عصيب. هذا الوضع العصيب هو وضع تقتيل يعني تقتيل الأولاد. انظر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مثلا ذكر الأم وما ذكر الأب، ما لا نجد ذكر يعني الأب، أب موسى، والد موسى عليه السلام، لا من قريب ولا من بعيد. ها يعني لكننا نجد ماذا؟ نجد يعني في قصة يوسف عليه السلام ذكر الأب، ما نجد ذكر الأم. في قصة موسى عليه السلام لأن الظروف التي كانت بالنسبة لاستهداف الأبناء تلقي يعني جانبا مهما من الضوء على معاناة الأمهات أكثر من معاناة الآباء في حفظ أبنائهم. فهذه أم مكلومة، ولد هارون في سنة المسامحة، ويوسف وموسى عليه السلام ولد في سنة الذبح، فكم هي الهموم التي ركبتها. فجعل الله، فهنا الله عز وجل يتدخل لحفظ موسى عليه السلام بالوحي بالإلهام، يلهمها الله تعالى طريقة لنجاة هذا الغلام الصغير، هذا المولود الصغير، فيجعل لها خطة تسير في هذه الخطة. ومع ذلك الله عز وجل انظر، رغم أنها يعني سارت بهذا الوحي إلا أنها أنكرت ما فعلت، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به. وصل بها الحنان وشدة الشفقة على ولدها الذي أخذه موج البحر في ذلك الصندوق، لدرجة أنها كادت أن تصرخ وتقول للناس أدركوني، أدركوا ولدي الذي ألقيته في اليم. كادت لتبدي به، كادت لتفصح به، تكشف الخطة كلها لولا أن ربطنا على قلبها. هنا التدخل الإلهي الذي حال دون يعني الإفصاح عن يعني عن شدة يعني شفقتها وما حصل لها من الفراغ القلبي والتعلق بهذا الولد. فهذا جانب مهم يعني في قضية إلقاء الضوء على مدى يعني أهمية الأمومة يعني في الشفقة على الأولاد والحرص عليهم. الأمومة